شركة عرب جروب، معدات مزارع الدواجن، هيتر إيطالي، تجميع مصري، موتور إيطالي، ولاعة إيطالي. طبعا الموتور الجسم الفرن الداخلي استانلس، الموتور الخارجي 2 حصان شيما، الجهاز طبعا جودته عالية جدا جدا جدا، ممكن طبعا يتعلق في السقف او ممكن على عجلة زي ما احنا عاملين كده. ده الجهاز صورة امامية زي ما احنا شايفين، الفرن اهو، الفرن كله استانلس، دي اللوحة بتاعته اهي، شغل مختلف خالص عن النوع التاني. طبعا الجهاز بيبقى عليه ولاعة ريالو ار جي 3 3 جالون. طبعا الهيتر ده مش مونتيرز الاصلي، المونتيرز الاصلي اللي هو الايطالي بدل الاو دي بتبقى فيه حرف اليو، بس طبعا الجسم احنا اللي عاملينه في مصر، وبيتحط عليه الولاعة، نفس الولاعة الايطالي اللي على المونتيرز ونفس الموتور اللي على المونتيرز. طبعا الهيتر بيكفي 1000 متر. طبعا الريش ريش المروحه اهيت استانلس برضو، وده الموتور الشيما. طبعا الجهاز بيبقى عليه ولاعه ريالو ار جي 3، عليه ولاعه ريالو ار جي 3. طبعا ده الجهاز اللي هو ال1000 برضو، ال1000 متر، بس طبعا هنا الجسم اللي هو الصاروخ. تمام، هجيب لكم صوره من بعيد عشان يظهر واضح اهو. شركة عرب جروب، معدات مزارع الدواجن. طبعا دي المدخنة، طبعا المدخنة بيبقى فيها كوعة، دي كوعة لو حبينا مثلا ما نطلعش المدخنة من السقف، نخليها تطلع من شباك. طبعا ده كيس التيوب، التيوب بتاع الهيتر. وطبعا دي المدخنة اهي، سوري، الولاعة اللي هي الريالو، الجاذر الريالو اللي هي ار جي 3. طبعا دي الهيترات اللي هي البي ام 2، بي ام 2 جي 105. طبعا دي المداخن، شركة عرب جروب، معدات مزارع الدواجن، هيتر 1000 متر.